آخ يا من يا من اليوم. يلا خير خير إن شاء الله خير، لا تزعل. هني كانت البداية، أولى محاولاتنا للدخول إلى فلسطين الحرة عبر الحدود الأردنية. كيف حالكم يا الربع؟ اليوم يوم مهم بالنسبة لي، أنا أحاول أدخل طبعا فلسطين، والحدود الأردنية الفلسطينية طلبوا فحص كورونا، فأنا جاي مستشفى هني ونشوف إن شاء الله. إن شاء الله يقدر، لأني باكر أنا أبغى أطلع الحين الساعة 1:30 الليل، باكر الصبح أبغى أطلع أسافر هناك على الحدود. لا والله طلعت زلت. إيه شوف لا تعطيني رب. أمل بعدين. لا لا ما إذا سويت الفحص لازم بروح، بس وإذا نزلت على الأردن لازم أنزل. والله حبيبي والله رحت على هاي الناس اللي تتكرر. طيب انت رايحين وانت ذاك تركين، طب شو هاتوا له جواز معك تروح معي؟ ما تقدر. انا معي جواز اردني ما بزبط والله، لازم اقدم. يا من تعال وياي. لا اله الا الله، توكلنا على الله حبيبي. اخيرا الله يتمم معك. الله يبارك. اي والله حصلنا فحص يا الربع. حصلت زميلي انت، والله العظيم الشاب هذا ما قصرت. ان شاء الله ان شاء الله باكر باكر الله يوفقنا. نصلي بالقدس وندعي لك يا رب. والله ندعي، ادعي لي اني ازورها بس. والله ندعي لك ان شاء الله. طبعا الاجراءات مختلفه يعني للحاملين الجوازات الاوروبيه والحاملين الجوازات الاردنيه. الحمد لله في اجراءات مختلفه. ليش الحمد لله؟ قربه هذه ان شاء الله. اذا طلعنا الساعه 7 نحن بنوصل لهنيك الساعة 9، نستنى ساعة زمان بس تطلع النتيجة. جميل جدا بإذن الله. ربي سهل علينا يا الربع. ادعوا لنا وإن شاء الله ادعوا لنا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، يمكن تنفع يمكن ما تنفع بإذن الله. والله خفف علي التوتر الشباب، والله ما قصروا. آخر الليل ساعة 1 تقريبا الحين. سوينا الفحص وتوكلنا على الله وانطلقنا في الصباح الباكر، واتجهنا إلى جسر الملك حسين وهي الحدود الأردنية والفلسطينية. حانت لحظة الحقيقة. يلا. طبعا يا الربع الأخ فلسطيني أصله فلسطيني يقول، شو قلت عن عمك ولا من؟ عمي من عمر 34 سنة ويقدم عشان ينزل على فلسطين عشان يروح على البلد اللي كان فيها. لعمر 41 أو 42 سنة ما دخلوا، ما اعطوا موافقه نهائيا. فانتوا يعني حاملين الجوازات الفلسطينيه او الاردنيه وهذه يعني صعب تدخلون هنا؟ صعب صعب جدا جدا. انت العمر اللي بيقدر يروح بعد 52. طب انت سامع شيء عن اذا اجنبي جواز اوروبي ولا ما عندك معلومه؟ جواز اوروبي اسهل من نوفي والله. يلا خلاص طمنا. ان شاء الله ان شاء الله يا رب تسهل. توترين شوي بس ان شاء الله يوم جمعة يعني، ونحن بس حاطين في بالنا نحن إذا دخلنا دخلنا، ما دخلنا خلاص رادين إن شاء الله. بس يعني إذا الله وفقنا، إذا صلينا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى تكون هذه أقوى شيء سويناه في رمضان بإذن الله تعالى. الله يرزقك زيارة إن شاء الله يا رب يا رب. أنا لهلا ما عم بستوعب شو عم بصير. أنا نحن رايحين ومرات ما بحف فيه مشان ما يروح كل شيء، عرفت شلون؟ والله أنا مو متأمل كثير يعني، إذا دخلنا دخلنا. أنا متأمل إن شاء الله. أنا متأمل. لا عشان أنا ما أبغى أزعل بعدين. لا لا إن شاء الله الأمل بالله كبير يعني بإذن الله. وأنا حاسس إنه موصل، بس ما بدي فيه زيادة مشان ما أشوف الواقع اللي حوالي، خليني عايش هالتوكل. وفي نفس الوقت كان الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى، وكانت الأوضاع متوترة داخل القدس. عادت قوات الاحتلال الإسرائيلية وحولت باحات المسجد الأقصى المبارك إلى مسرح عمليات. المشفى ما عم يردوا يا أخي، إلا الواتساب معقول؟ أخذوا جوازاتنا الحين وقالوا بنطلع من الجهة الأردنية وبنروح على الجهة هناك الجهة الثانية. كل شيء تمام إن شاء الله. إلى الآن تمام إن شاء الله. ننتظر فحص الكورونا اللي بعده ما طلع، وفي ضغط يعني تقريبا باقي 40 دقيقة بيسكرون الحدود بإذن الله. ربي وفقنا. تمام تمام مسيطرين على الجو. والله يعجبني تحت الضغط دائما مسيطر ما شاء الله عليه. إن شاء الله يا رب يا رب. الباص الحين على الجهة الثانية، الجهة الحدودية الثانية الحين.
المشاعر بدأت تتحسن إن شاء الله، بس ما تصبنا أي مشاكل اليوم. هلا بالربع. هلا. كيف الإحساس؟ والله إن شاء الله لحد هلا إلى الآن توكل أهم. هذا البي سي آر بعدهم معتمدين ليش؟ أنا مو فاهم. هلا في ناس قالوا لنا ما بتحتاجونه. بس والله ببين معنا من المعبر هيك إن شاء الله. على حسب ما سألوا بس يحتاج. إن شاء الله. هناك برا يقول لك ما تحتاج. والله اللي يسأل الناس مشكلة، أي واحد ما يفهم يقول لك كلام يخوفك. هذا هو الباص يا الربع، هذا الباص اللي ياخذنا على المعبر الحدودي الجهة الثانية إن شاء الله. وصلنا عند الحدود المحتلة وهني بدت المشاكل. تم سحب جوازاتنا والتحقيق مع يامن بما يقارب الأربع ساعات. كل جوازاتنا محتفظة فيها، يبغوا يسوون وياها تحقيقات الحين. طبعا مو فاهمين شو بيقولون. ان شاء الله ننتظر بشوف شو بيسألون. قد يسألون اسئله يعني انت وين رايح؟ انت مسافر؟ ما ادري شو تسوي داخل؟ ان شاء الله خير. اي والله الحين عدت تقريبا 3 ساعات. اي هذا حجزوه تقريبا ساعتين يسألون ويستفسرون منا وما ادري شو يسوي فيه. والحين اسئله تافهه والمكان كل الناس كلها روحت، انا وهو بس جالسين في المكان. سحبوا كل طاقتي يعني، كان عندي طاقة إيجابية كتير سحبوها كلها. الله لا يوفقهم. أسئلة غريبة والله. خايفين يعني؟ هم خايفين، نحن مو خايفين الحمد لله. لا الحمد لله ما في إلا خير. بس إن شاء الله ما أدري لحد هلا أنا شايف حالي عند القدس بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله يا رب، الله يوفقنا ويستر علينا يا رب. يلا نشوفكم إن شاء الله. هذا تم منعنا يا رب. عادي وين؟ مرة ثانية إذا دخلنا خلاص. طالعين الباص يا الربع خلاص. اليوم أنا شفت معاملة اليهود، معاملة اليهود منعونا من دخول فلسطين، وقالنا قال شو ممنوع تدخل 10 سنين. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. شو أنت من الضفة؟ يا هلا فيك يا هلا. القصة كالتالي يا الربع، أخذوا يامن حققوا وياه ساعتين 3 ساعات وأنا ما حققوا، خلوني أعبر. أي والله النشامة عمري ما لا عمري ما فرحت بشوفة واحد عرب مثل ما أنا فرحان اليوم. رجعنا لأرضنا، الأردنيين إخواننا هذا الكلاب. خلي ساكت بس. أي والله دورنا تاكسي الحين نرد على عمان، والأردنيين ما شاء الله عليهم والله يا أخي ما يقصرون وياك. شهامة شهامة ما شاء الله عليهم. الحين العم يساعدنا عشان نحصل تاكسي يردنا لعمان، فالله يستر إن شاء الله. يلا أنا ما أعتقد أني برد هني مرة ثانية، خلاص حاولت يعني اللي علي. يا من أيام اليوم. يلا خير خير إن شاء الله خير، لا تزعل. قررت الرجوع للسويد وكانت نفسيتي حزينة لعدم رؤيتي للأقصى، ولكن كنت أعرف أني ما راح استسلم. خلاص الحين مطلقين. والله الشباب الطيب الصراحة ما قصروا. ما قصر الشباب، ما أدري شو أقول صراحة. خير ممثل للأردن الشباب هذيل. الحمد لله ما نجحت رحلة فلسطين، والأوضاع ساءت الحين صعبة جدا، فخلاص إن شاء الله خير.